في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية بتشتغل ايه بالظبط في المصنع؟ انا راس عمال سعادتك. والراجل بتاع خليل في المصنع وبيبيع كمان كوكايين لفارس مش كده؟ كوكايين ايه يا باشا؟ ما انا حتى ما اعرفش شكله. مش ده الاحمر الصغير ده يا باشا؟ اه هو الاحمر الصغير. بس المخدرات دي قضيه تانيه. وانا ممكن اعمل نفسي مش عارف عنها اي حاجه خالص. ده غير ان انا ممكن اخلصك من الناس اللي بتهددك. واقول لك بقى على حاجه. انت ممكن تخرج من هنا اكنك ما دخلتش. صحيح يا باشا؟ يعني انا دلوقتي بره؟ انت اصلا ما دخلتش بس بشرط. قدامك يا باشا تنفذ الكلام اللي هقول لك عليه. زيزي كويس انك جيتي عشان احضر لك العشاء قبل ما امشي. لا ميرسي وفاء انا اتعشيت. اتعشيتي؟ طب اروح انا يعني؟ اه يا حبيبتي تقدري تروحي ميرسي قوي. بس انت متاكده انك مش عايزه مني حاجه؟ لا 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 انا كله تمام. طب عموما الحلل كلها بره الثلاجه واول ما تجوعي ابقي اغرفي وكلي. وفاء. نعم. معلش بس كنت هسألك على حاجه. انت ما سمعتيش عن واحده اسمها شيماء السوسته؟ سوسته؟ انا لا اعرف لا سوسته ولا زراير. اشمعنى؟ اصل دي واحده تقريبا فارس كان يعرفها من حوالي 4-5 سنين كده. اذا كان على فارس بقى فهو كان يعرف النمروسي كله. الله يرحمه يا حبيبي كان زي القمر
والبنات كلها كانت عينها منه. طب ما تعرفيش اي بنت كانت ماما عارفة تفاصيل علاقتها بهارس؟ انتي تايهة عن مامتك يا زيزي. مامتك كانت عارفة كل حاجة بس كانت سايباه. كانت بتقول ان هو من حقه يفرح بشبابه. بس في بنت دونا عن البنات كلهم مامتك ما كانتش راضية عنها خالص، وكنت دايما بسمعهم في الأوضة بيتخانقوا سوا بسببها. واللي فهمته ان هي كانت شغالة في المصنع وانها ما كانتش من مقامه نهائي، وشكل الموضوع كده كان كبير قوي. وبعدين؟ ولا قبلين، الكبير صغر على ايدين مامتك، وعلى طول اول ما لقت الموضوع كبير راحت مجوزاه لرماس خبط لزق كده عشان ربنا يهديه. تمام يا وفاء، شكرا. مش عاوزه حاجه تاني؟ لا ربنا يخليكي. طب اروح انا بقى اغير هدومي عشان اروح. الو اي شيماء، انا عايز اشوفك حالا. صفت الطريق. ادي يا بنتي مش لسه راجعه من بره؟ خارجه الساعه دي تهبلي ايه؟ مش هعوق يا بت، كني في البيت اليومين دول، خليهم يعدوا على خير. ولما يا اختي تروحي بيت جوزك ان شاء الله يا رب تولعي. بقول لك يا حماده لسه في الحبس. راجع يا اختي، طالع بكره. المحامي قال لي طلعت الشمس يكون هنا. الصباح رباح بقى، يبقى يحلق الف حلال بعيدي عن وشي عشان الدبان بيتنطط قدامي. طب والله العظيم، والله العظيم ما حد دافع عنك تاني، ولما اشوف بقى هتعمل ايه مع اخوكي لما يعرف. كاتك القرف انت وهو. عيال تموت. على فكره بقى، المفروض التلفزيون ده يخلق لقمة. مش كفايه فرحه ضاع علينا؟ هو سحر الغرام كمان، خلص هو راح. ايه الظلم ده؟ ايه الظلم ده يا ربي؟ بطلي افلام هندي واسكتي شويه، كفايه عليا دوشه ابوكي، عايزه اتخمد. دي عالم فين الفحم يا بنت؟ ما تقومي تناولي الفحم. ما تعمل لنا خابور يا عم. اين يا ريس؟ صامفي زي الفل. الفحم يا بنت الكلاب. حاضر حاضر، جاي اهو. امك كانت عينها فين يا بنت؟ مطرحه، انت اللي ما ضغطتش بذمه. رد على ابوك عدل يا بنت الكلب. بس انت مسيطر في بيتك يا صبحي. واقفه بتعملي ايه عندك يا بنت؟ امشي شوفي مذاكرتك. عايزاك. حاضر. مسيطر. هيبان. على مهلك. على اقل من مهلك. رجاله وحشيش في قلب البيت يا صبحي، وكمان البنت من جاب لكم الفحم، ما كنت تخليها ترقص لكم 10 بلدي بالمره. حطوا صوتك يا ولية الناس بره. الحشاشين والعواطلية بقى لهم سعر، بقوا بني ادمين بتعمل لهم حساب يا صبحي. اصحابي يا وفاء، اصحابي وكرامتهم من كرامتي، واي كلمه زياده في حقهم هرميكي بره اصال الكل. وكرامه مراتك مش من كرامتك يا صبحي؟ انا الحق عليا، انا استاهل ضرب الصلب ان انا ما خرجتهمش اول ما شفتهم. بس مرحوعه بره يا اولاد الكعبه. ماما يا ماما، ماما يا ماما، المره اللي بتنزل ايدك على رجلها تستاهل حش يا عم. انت اللي فداك، ولو غلبت
تاني تاني هرد اعرف وتيجي ما سكتلك تاني بعد كده. طب وريني وريني. طب شوف مين اللي هيديك بالي محمر تاني يا صبحي. انا ايدي فين تقطع يا تمام؟ فين في مشهر ايه؟ خبيها فين؟ مش هقولك. نمت دراعي بقى. طب انا اطلع. لا لا عليك يا مين انه طلعت الفلوس دلوقتي يا فندم. اوعى 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 ايدك هجيب لك الفلوس ان شاء الله تشك في دراعك. خد الهي ما توحى تصرفهم على الحشاشين بتوعك يا بعين. في ايه؟ كنت فين انت رخمة؟ يا اختي خليكي في اللي انت فيه. كنت سبتيه طلاق ونخمة. خلاص يا بنت انتوا مش فاهمين حاجة. مش كنت تسيبيه طلاق وخلاص وانا اتعب وكان يقعد يهزق فيكي كل يوم. هل ده اللي راجل قال؟ اهو ضلل عليكي لحد ما هيضلمها علينا. وكمان بيطلبوني. امال انا مستحملة ده كله عشان مين؟ بعمل ده كله عشان مين؟ مش عشانكم. ما تتحججيش بينا، إذا كان علينا ما يلزمناش بنكلة. ولما يجيلكم عدلكم ولو ابوكم طلع امكم ساعتها هتعملوا ايه؟ لو على الجواز ما يلزمناش. ايه بتقول ايه يا بت؟ انا مستمعاكي يا بسبتي يا بسبتي. الراجل صور لي ودي منك لله يا صبحي. صورتني ودي يا صبحي. ربنا ياخدك يا صبحي. بقول لك ايه، انا سايبه امي واقفه لي على الباب بالشبشب. قولي اللي عندك وجيبي من الاخر. انا طول عمري بحب اجيب من الاخر، بس اللي انا هقوله لك دلوقتي ممكن يقلب لك حياتك كلها. مقلوبه يا اختي، مقلوبه من يوم ما شفت خلقكم. انا شفت ان من حقك انك تعرفي ان انت عندك ابن عايش وعنده 4 سنين دلوقتي. ابن ايه اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ انا ما عنديش عيال. انت هبله ولا ايه؟ جاي تبني لي معيل؟ يعني مش انت؟ على العموم انا اسفه جدا، اعتبري نفسك ما شفتنيش ولا سمعتي مني اي حاجه. انا اسفه بجد. خليل انا عارفه انك صاحي. لا نايم. انت ناوي تغيب بكره كمان ولا ايه؟ طب ما تسوقش فيها، قعده الراجل في البيت مش حلوه. والله انا ما انا عارفه اعمل ايه ولا الاقيها منين ولا منين، منك ولا من الواد. الواد بعد ما اتبسط له يومين لقيته النهارده قافل على نفسه الباب وبقى اسخن من الاول. مش هتقوم تفتح الباب ولا ايه؟ افتح انا وامري لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعتي هو عبد المنعم ساكن هنا؟ يا حلاوه اتفضلي. طيب اتفضلي اتفضلي. نقول له مين؟ انا نسمه. انا اسفه وانا بكلمه على الموبايل وهو مش بيرد. هو كويس؟ هيبقى حلو قوي لما يشوفك ان شاء الله. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. اقعدي يا حلوه. ايه اعمل لك ايه تشربيه؟ لا مش عايزه اتعب حضرتك. يا خبر، ده انت تعبك راح. اعمل لك شاي ولا ليموناتا؟ طيب اي حاجه. طيب اروح اعلق انا بقى على ليموناتا. يوه قصدي على الشاي. يا منعم ولا يا منعم، في ناس حلوين قوي عايزين يشوفوك بره. خليل يا خليل. تقول مين اللي فتحت له الباب؟ مين؟ بنتي يا اخويا زي النسمة قمر واسمها نسمة. تقول عايزه مين؟ مين؟ منعم يا ابو منعم. منعم؟ الواد طلع خلبوس ويعرف بنات واحنا نايمين في الدور. انت ليه جايبه له المحمول؟ طيب اقوم انا بقى. تعالي هنا، رايحه فين يا وليه؟ هروح اعمل لهم حاجه يشربوها. هما يعني مستنيين الشاي بتاعك؟ بس سيبيهم لوحدهم، ما تبقيش عامله زي الضيف اللي نزل.
تصدق بالله اول مره تقول حاجه عيطله. طلب عم منعم بعيدي. يعني انا غلطانه اني جيت لك يا منعم؟ بترد عليا؟ انا ضايقتك في حاجه؟ عملت حاجه زعلتك؟ انا ذنبي ايه في كل اللي حصل ده؟ مش ذنبك، الذنب ذنب انا، فهمتي؟ ولا حتى ذنبك، انت عملت زي اي راجل وكنت قايم تمشيهم. معرفتش معرفتش ابقى راجل. هو انت بتعمل كل ده ليه؟ كل ده عشان دراعك؟ هو ده ينقص منك في ايه؟ مش فاهمه. ينقص كتير كتير قوي كمان. كويس ان كل ده حصل بدري عشان تعيش حياتك بعيد عني. وهو انا كنت اشتكيت لك يا منام؟ كفايه انا شايفاك ازاي؟ انت حنين وقلبك طيب، مش عارفة اقول لك ايه تاني يا منام. انا بحبك. تبقي غبية لو بتحبيني. تبقي غبية بتحبي فيا ايه؟ ضعفي وقلة حيلتي ولا ايدي المقطوعة؟ تصدق انك فعلا عندك حق؟ انت مش راجل، بس مش راجل عشان دراعك، انت مش راجل عشان انت عاجز. وعلى فكرة انت عاجزك مش هنا، انت عاجزك هنا. كده برضو يا منعم تمشي المزه زعلانه؟ بس انت المره دي ذوقك عالي قوي. اه مش زي البنت شيماء اللي كنت شبطان فيها. لا نسمه دي برقبتها. حكم ابوك اصله ليه نظره يعني في الحريم بصرف النظر عن امك. اه البنت دي جدعه وبميت راجل هتقف جنبك وهتاخد بيدك ونهار ما تبق فيك ترزعها القلم تقول لك انا جريتك وتحت رجليك. اه لا بنت جدع يعني. لا ولسه بقى لسه لما تعمل العمليه وترجع زي الاول وغلاوتك عندي لصفرك بره واعمل لك العمليه وارجعك احسن من الاول كمان. اه ما تزعلش قوي كده، بكره تفتكروا الخناقه دي وعيالكم بتتنطط حواليكم. اه يلا بقى يلا حبيبي بقى وريني وشك الحلو ده. يلا بينا اشوف وشك يا حبيبي. ليه كده يا منعم؟ يا ابني هو انا حيقول لي ده كله؟ ربنا يجهز اللي كان السبب، ربنا يجهز اللي كان السبب، ربنا يجهز اللي كان يا بنتي لو اعرف بس ايه اللي فالك من العياط بالشكل ده. ان كان على اخوكي ما تخافيش يا اختي، مش هقوله. وانا يعني من امتى بقوله؟ انت عارفاني نزل على ما فيش. وانا عارف ايه يعني هحوش عنك برضو. ان شاء الله يا رب اخد ضربه في قلبي واموت واخلص من الدنيا ومن اللي فيها. يا بنتي تعبتيني معاكي، مرسالك الطويل تعباني وبعمايل اخوكي فيكي كمان تعباني. يا بنتي ده انت ضنايا، ما تقوليش عليا يا حبيبتي ابدا. اياكش تكوني يا بنتي فاكراني عشان ببكتك في الراحه والجايه اني ما بحبكيش. بحبك والله يا بنتي، بس غصب عني غصب عني. اصل بصراحه بقى انا ما اقدرش يعني افتح قصاد اخوك. اعمل ايه بس يا رب؟ ما احنا يا بنتي مالناش غير، مالناش غير بعد موت ابوك. بس يا دنايا بكره حبيبتي تروحي بيت جوزك، وساعتها بقى ما فيش حد في الدنيا هيكون كلمه عليكي غير جوزك. يا بنت فكيها بقى، فكيها يا حبيبتي كده ماشي. يا عريس الهنا يا عماد، يا بختك بالقمر يا عماد. يا بنت روقي بقى روقي، اضربي يا صدمه زي امك.
انت ما تقوليش عليا يا بنتي، ما تقوليش عليا. مش ناوي تروح المصنع بكره كمان؟ اللي يشوفك ما بتردش كده يقول بتعمل حاجه عليها القيمه. ماما لو قعدتي مضايقاك انا ممكن اغور في اي حته. ولما انت قادر تنزل ما بتروحش شغلك ليه؟ ولا بتقول يا صاحبه الشغل ما بتجيش؟ ابقى براحتي بقى. هي ايه معناك تراقبيني؟ مشيره صاحبتي وقريبتنا قبل ما تكون مديرتك. وبعدين انا مش عاجبني الحال المايل ده. ما تنساش بقى ان رولاها ما كنتش لقيت شغل في الزمن الاخبر ده. كل ده عشان غبت يوم؟ الحكايه مش يوم يا امجد، وانت فاهمني كويس قوي. صح يا ام متاخر وتروح وقت ما انت عايز. طب هي كانت بتصحي زمان عشان انت كنت صاحب ابنها. لكن دلوقتي لو عرفت ان انت بتغيب الغياب ده كله مش بعيد ترفدك وتبقى كده والله عندها حق وخلصت الجديد والقديم منك. ها خلاص خلصنا المحاضره؟ يا حبيبي انا همي مصلحتك. حبيت بس انبهك انك ما بقتش صاحب ابنها دلوقتي، واللي كانت بتعديه زمان مش هتعديه بعد موته. ايوه يا استاذ خليل. بقول لك يا امجد، تقدر تكلم العمال ينزلوا المصنع دلوقتي. فعلا؟ ازاي؟ احنا فكرنا غلط يا امجد. مش حتة العيلة دي اللي هتقعدنا في بيوتنا؟ ننزل ونشتغل ونشوف اكل عيشنا وطز في اللي يشدد لها. طيب تمام، يلا سلام. رايح فين؟ رايح الشغل. مش هو ده اللي انت كنت عايزاه؟ يلا بقى سيبيني اغير. اهم حاجه تحافظ على الجرح ما يجيش على نقطه ميه ابدا. تمام، بس انا نفسي استحمى. معلش هتتحمل بس لمده يومين، بعدها تقدر تتحرك واعمل اللي انت عايزه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. مع السلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مدام مشيره، حضرتك كويسه؟ انا مش كويسه. مش كويسة خالص. ليه بس؟ يعني ايه اللي حصل تاني؟ هيحصل ايه اكتر من اللي بيحصل ده؟ انت واتضربت، والظابط ده مش ناوي يجيبها البر وهيفضح فارس ابني. ساعة ما خدت لابتوب وانا حاسة ان انا عريانة، لحم مكشوف، اللي رايح واللي جاي عمال يبص عليا. ايه دي بس يا مدام مشيرة؟ يعني مش للدرجة دي الموضوع. عارف يا عبد الله، اللي بيبعت لي الرسايل دي حد يعرف عني كل حاجه، يعرف كل اللي فات، وكانه كمان شايف اللي جاي. يعني حد هيكون زي مين مثلا؟ زي امجد. اه كان صاحبه واقرب واحد ليه ويعرف كل حاجه عننا وليه حق يغير منه. والبنت اللي اسمها دينا، البنت دي على فكرة مش صعبة خالص، وممكن جدا يكونوا هما الاثنين، وجايز قوي يكون صبحي. صبحي برضو كان عايز يتقم منه، بس صبحي ما يعرفش عني كل حاجة. وفاء، يا لهوي، تفتكر وفاء شريكة صبحي؟ يعني كانت بتعرف كل حاجة عني وتقول لصبحي؟ وجايز كده البنت اللي اسمها شيماء، وده هو البلطجي ده اسمه ايه؟ منشية. اه جايز كده يكونوا عايزين ينتقموا مني، عايزين يخلصوا على ابني. بس هو هيستفيد ايه لما يقول لزيزي على حكاية اخته؟ هيستفيد ايه؟ اللي بعت لزيزي على حكاية الملجأ ده حد يعرفني، حد قريب مني قوي. الموضوع ده اصلا محدش عارفه غير انا بس. نهار اسود، يا نهار اسود.
جايز يكون هو؟ هو مين؟ دي تليفونك، دي موبايلك. الله ينور يا رجالة، هو ده الشغل. يلا شدوا حيلكم. تبقى تورينا بقى هتعمل ايه. سيبك منها وخلينا في شغلنا. لو كان جبر هنا على الحلال ما اقدر على بعدك ثانية يا مدير. الله، ايه يا جبر خرجت ازاي كده؟ يا الله امتى لعدم كفاية الادلة يا مدير. الحمدلله على السلامة. الله يسلمك. اهو كده الشغل الصح. نورت المصنع يا جبر. قال يعني غيري فرق معاكوا قوي يا مدير؟ انت حتى ما شفتليش حته محامي غنطه قد كده. يا واد بطل لماضه وشوف شغلك. إيش. على الله بس يكون التعاظ وتمشي عدل من النهارده. لا توبنا الى الله. الحمد لله على كده. عمنا والله. ما امجد. عدي عدي عدي. ما بيردش. انا هطب عليه في البيت. ثانيه بس، هو حضرتك متاكده انه خليل؟ زي ما قلت لك قبل كده. محدش يعرف الموضوع ده غير انا وخليل. طب استني. طب يا مدام مشيرة، نهار اسود. جريت. بقول لك ايه، هي جميلة مختفية بقالها فترة. خير يا عم؟ شوف انت زعلت لها، قلت لها ايه من ساعة ما نزلت من عندك اخر مرة معيطة وحلفت ان مش طلع لك تاني. بس انتوا بس في الحين، انزل علي اطلع علي، انزل علي اطلع علي، وعلي ده اصلا مصدع مش فايق لكم. طب تعال علي، تعال. ايه هتنزل للمدام؟ لا مش هنزل للمدام، اصل انا مزنوق من الصبح ومكسوف اقول لها، فيا ريت توصلني الحمام. تعال بالراحه علي، بالراحه بالراحه، عشان انا واخد مطوه في بطني. على مهلك. بس انت مالك كده؟ مش زي عوايدك يعني، ما بتهزرش. في ايه يا عم؟ ما انا لسه قايل لك مصدع مصدع. ماشي يا عم، انا ان شاء الله هخف وأوديك لدكتور، وانت اكيد يعني محتاج نظارة او حاجة زي كده. وانا هعمل ايه بالنظارة دي ان شاء الله؟ ما طلبتش يا علي. بقول لك ايه، ما تمشيش يا علي عشان توصلني للسرير تاني. الله يخليك. ماشي يا عم، بس انجد خلص. طيب ماشي. يا محمد بيه، تقرير مباحث الانترنت يا باشا. مش هتصدق مين اللي كان بيبعت الرسائل. ما تعملش في نفسك كده يا منعم يا ابني، ما تعملش في نفسك كده. يعني يا رب يرضي مين اللي بيجرى ده كله. مالن الله اللي كان السبب، مالن الله اللي كان السبب. ربنا الظالم والمفتر يا رب. مدام مشيرة، خليل فين؟ الناس بتسلم الأول. اتفضلي. معلش ما تأخذنيش. ازيك يا مؤمنة؟ زي ما انت شايفة كده، حاشية هم منعم ابني في قلبي وساكتة. عامة خليل مش موجود. راح فين؟ انت قادرة؟ هو مش شغال عندك؟ اديله أكتر من 20 سنة، وانا كنت كل ما عوزه اتصل اسالك عليه. ودي اخرتها، ما نمناش غير الهم ووجع القلب. انا بقول ايه، انتي مش ناقصه غم، كفايه اللي جرالك. ولسه هنان، كل اللي جرالك مش كفايه. الهانم كده جاي تسال على ابوك يا منعم وخلصت خلاص وماشي يا اخويا. بتبعتلي رسايل؟ انت بتقتلني يا ابني. الكلب يا وطي، شيل ايدك من على. انت بتقولي ايه يا ابني؟ ابوس يا كلب يا وطي. ايدك عن الواد يا كلب يا وطي. سيب الواد يا كلب يا وطي. ايدك عن الواد. انت عم ملعن بس، انت عم ملعن. ايوه انا عم ملعن. تعالى اطلع معانا. تعالى انتوا مين؟ اطلع يا وطي. بتقتلني على فين؟ اطلع يا كلب. اطلع معانا. اطلع.
قدامنا قد ايه ونجهز يا جبر؟ يعني 4-5 ايام بكتير. كويس، يكون منشيه خرج ويستلم ويسلمنا. ايوه يا ام منى. ايه؟ مهزومة.